سلام، كيف انتم؟ مزيانين، اموركم طيبه؟ كل شيء بخير. كنتمنى انكم تكونوا قد شاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. دونك اجوردي سي لو دوزيام جور ديال رمضان، خصكم دابا عاد صلاه الخدمه. غادي نبدا لكم لو فلوغ مع 44 دقيقه. قسمي بزاف ديال الحويجات في الدار، غادي نخرج نتقداهم في دفي ونجي باش نكمل معكم لو فلوغ. الى عجبكم لو فلوغ ديال اليوم، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس. اذا بلا ما نطول عليكم، يلا ونبداو. دابا غادي نزول السخره من الميكا وغادي نرد كل حاجه في بلاصتها، باش غادي ندوز معكم مباشره طريقه تحضير شوربه الفطر بالدجاج. بصراحه اول مره غادي نجربها. في لافان ديال لا فيديو غادي نقول لكم اذا جات بنينه يمكن لكم تجربوها، سينو الا جات خايبه اكيد غادي نكون معكم صريحه وغادي نقول لكم راه جا ما فيها ما يتكل واياكم تجربوها. بلا ما نطول عليكم، يلا ونكتشفوا جميع مقادير هذه الوصفه. الو بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا شويه ديال السبيطه، غادي نحتاجوا نصف بصله مع اربعه الفصوصه ديال الثوم، تقطعه ديال الدجاج، فطر معلب. بالنسبه للبهارات، هنايا عملت لي قامه ديال الشاورما،
جوج طماط ديال القنور، وحده ديال السمن، وحده ديال الدجاج، قزبر، جوج ديال الاكواب ديال الماء. دابا غادي نعمل كلشي في الطنجره وغادي نخليه يطيب لمده 12 دقيقه. هاد الأثناء غادي نعمل الماء يغلي، اون فوا غادي يغلي غادي نكبو على الشعرية الصينية. ملي غادي طيب الشوربة ديالي غادي نضيف للشعرية الصينية وغادي نخلي كلشي يغلي مع بعض. مبالغة، الشوربة جات واعرة بزاف، ماشي فقط بالشهادة ديالي بحكم أنني عملتها، وإنما بالشهادة ديال والدي والناس اللي ذاقوها. قالوا لي هين تبارك الله عليك والله يسلم يدك. كنتمنى أنكم تجربوها وتخليوا لي الآراء ديالكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. دابا غادي ندوز باش غادي نفرق الصيام ديالي، غادي نرتاح واحد شويوش باش غادي ندوز نحضر معكم بطبوط أو ميني بطبوط معمر بجوج ديال الحشوات مختلفين. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاجو فيها الباتي ديال الحوت مع شويه ديال القزبر والجبن. الحشوه الثانيه الفيليتي ديال اللحم، المايونيز والجبن. الوغ بالنسبه للفيليتي ديال اللحم كنت ديجا قليته في شويه ديال الزيت مع شويه ديال الثومه، ملي طاب عملته في الطبيصل، عملت له شويه ديال المليحه مع شويه ديال الكمون وشويه ديال القزبر. غادي نسالي الطعمه ديال هاد الخبيزات، غادي نجلس باش غادي نتعشى، غادي نرتاح واحد الساعه ديال المكانه، وفي هاد السويعه غادي نتفرج المسلسل ديال الذئب الوحيد، غادي نوض باش غادي ندوش
باش غادي نجي نصلي العشاء، شفع الوتر، غادي نقرا شويه ديال القران، ونتلاقاكم في الفتره ديال السحور. دابا جا الوقت ديال السحور، دونك كيما العاده غادي ناخذ كويس ديال الماء مع 3 ديال التمرات، وهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعمل كويس ديال البن مع 2 ديال البتيبانات، وبالتالي غادي نكونوا وصلنا لنهايه ديال هذا الفلوك هذا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا فيه. نتلاقاكم باذن الله تعالى في فلوك جديد. تهلاو في راسكم، رمضانكم كريم، بسلام عليكم.